ويقول اذهبوا واضربوا في الجبال وجبوها طولا وانفخوا في مزامركم. لماذا؟ لأن أيوب وهب كل شيء ليكون عبدا صالحا ومؤمنا، والعجب أنه بات كذلك. يقول، dia berkata، اذهب، pergilah، كل شيء، setiap sesuatu، كذلك، seperti itu. خسئت يا إبليس الخبيث، أيوب لا يريد كل ذلك إلا في سبيل الله، وهو لا ينفقه إلا في سبيله. إن أمل الاتصال بالمعبود يقلب ميزان كل المعايير الدنيوية، وكل شيء بالنسبة إلى الإنسان يتخذ لونه. الخبيث yang kecil لا يريد، dia tidak menginginkan، amalun، harapan atau angan-angan.